يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو ولد مولود على الفطرة ثم عاش ومات عليها لكنه لم يأته عن الإسلام شيء ومات على ذلك. لا، الفطرة وحدها ما تكفي، لكن الفطرة تربة صالحة، تربة صالحة للغرس. الفطرة وحدها ما تكفي، لابد من إرسال الرسل ولابد من إنزال الكتب، لكن الفطرة السليمة تقبل هذا، تفرح به ويلائمها، وإلا وحدها لا تكفي. ولذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. لو كانت الفطرة تكفي ما أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، لكن الفطرة صالحة للقبول، قبول الحق، فتفرح بالحق، فطرة السليمة، وينبت فيها العلم والعمل الصالح، بخلاف الفطرة المنحرفة المفسدة، هذه لا تقبل حقا وإنما تريد الباطل، لأنها خربت مثل الأرض السبخة التي لا تنبت. الأرض السبخة ما تنبت، إنها فاسدة، تربة فاسدة. كذلك الفطرة المنحرفة تربة فاسدة. نعم.